ازيكم عاملين ايه؟ انا خصوصية فيديو النهارده بيتكلم عن الوكالة. اشتريت من الوكالة، هقول لكم هدوم كتيرة اوي انا اشتريتها من هناك، واقول لكم كل خبرتي في الحياة من خلال تجربتي لما بروح. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. تمام، طلع ترند على الفيسبوك الوكالة. الناس اللي عارفة الوكالة طبعا كانوا مرفعين الراس وقولوا احنا بنشتري من الوكالة. في ناس تانية قالت ايه هي الوكالة دي، احنا عايزين نروح بسرعة. ليه بقى؟ علشان الناس كلها قالت ان الوكالة دي مليانة براندات بسعر رخيص جدا. فانا النهاردة هوريكو حجوي، كمان هقولكو ايه هي الوكالة وهي فين وهي عبارة عن ايه. يلا بينا. تمام، اول حاجه الوكاله دي عباره عن ايه؟ عباره عن شارع كبير خالص في وسط البلد في حته اسمها بولاق والعيله. انا عملت قبل كده 3 فيديوهات عن الوكاله، وفي فيديو منهم كنت قايله الوكاله دي فين ووريت لكم شكلها واتمشيت فيها كده. كان معايا ازازه حاجه ساعه كده قعدت اشرب فيها ووريكم يعني الدنيا ماشيه ازاي. وكمان في اخر الفيديو ده انا وريتكم المشتريات بتاعتي وعرفتكم انت لما عايز تروح الوكاله انت هتعملي ايه. تلبسي كوتشي مريح، تلبسي بنطلون ميلتون، وتاخدي حاجه ساقعه علشان تتسلي بقى كده، عشان انت هتطولي في الموضوع. غير كده اخر حاجه ان انت يكون عندك طوله بال، عشان انت مش من اول مره او من اول السنه انت هتلاقي اللي انت عايزاه، لا انت هتلفي ويعني بس هي لفه حلوه والله. انا بقى هوريكم عن شويه حاجات انا اشتريتها من هناك، عشان اكيد انت تقولي هي جابت ايه يعني هي جابت ايه، عامله الفيديو ده ليه اصلا. انا بقى هوريكم. بصوا الشنطه دي قبل كده اشتريتها، الحاجات دي طبعا مش في يوم واحد. انا بوريكم حاجات انا كنت شاريها من هناك. دي كنت شارياها كانت قماش كده وفيها شغل هاند ميد. دي كانت في حدود 45 جنيه. التيشيرت ده برضو هي عباره عن بلوزه، يعني اللي عاجبني فيها القماش بتاعها، عشان القماش بتاعها عباره عن قماش شفاف شايفين مخطط كده، فكان عاجبني قوي فجبتها. كانت من ستاند كده، كانت في حدود 30 جنيه او 35 جنيه، انا مش فاكره قوي بس هي في الحدود دي. اشتريت دي كمان، كان زي تيشيرت كده دانتيل، كان برضو في نفس الحدود ال 35 جنيه، برضو ده كان من ستاند تاني. اشتريت التيشيرتين دول، هم عباره عن هيكول كده، بصوا عامل كده هو طبعا عشان كنت لابساه في مقلوب. ده طويل خالص اهو فنفعني قوي كمحجبه، بلبس عليه اي جاكيت وخلاص. ده انا كنت جايباه ب 25 جنيه من الستاند، وبعد كده رحت في يوم تاني فلقيت منه اللون ده نفسه، هو بالظبط اهو بس لون تاني، فلقيته كان ب 60 جنيه فجبته. يعني ده كان ب 25 وده كان ب 60، اختلاف الستاند لكن هو بالظبط. جبت ده كمان عجبني قوي، ده عباره عن يعني كانه بصوا يعني مخرم خالص كده، بلبسه فوق اي قميص طويل فبيبقى شكله حلو قوي. ده كان في حدود 35 جنيه او 40 جنيه، ده كان بالتيكت كمان. جبت برضو التيشيرت ده، بلبسها تحت قميص ابيض وببين الكم. تيشيرت على مقاس الجسم بالظبط، في لمعه جامده كده للافراح. ده كان في حدود 25 جنيه او 30 جنيه، عجبني قوي. ده كان برضو كان بالتيكت. وفي يوم تاني كان برضو ده استنى زي اللي فات ده بس طويل، علشان ايه يعني نفس القماشه بالظبط بس كان طويل يعني واسع كده، واخد على واسع يعني ده ضيق وده واسع. ماشي، الشنطه الانتيكه دي عجبتني عشان مرسوم عليها خريطه العالم، عشان انا اداب تاريخ فتحس ايه ان اداب تاريخ لازقه فيا شويه، فعجبني نظامها قوي وستايلها. وبصوا اهي، بصوا عامله ازاي، لسه جديده اهي. وجبت قبل كده برضو الجاكيت البدله ده، في جواكت بدل كتيره جدا بالتيكيتات وفي من غير تيكت على حسب بقى انت هتلاقيه، واسعار مختلفه اهو. ده عجبني قوي علشان كتان كده مكتوب عليه ميد ان يو اس اي، ف ولسه جديد خالص برضو كان بالتيكت بس انا قطعت التيكت. تمام، انا كده وريتكم الحاجات اللي انا اشتريتها. انا بقى عايزه افهمكم الوكاله دي فيها ايه. اولا قلت لكم ان هو شارع كبير مليان استندات هدوم وفيها محلات كتيره جدا عيشي حياتك فيها. الوكالة بيتباع فيها لبس استوكات ولبس بلات، تمام، وفي لبس جديد اللي هو الشعب العادي، يعني انت هتلاقي كل ده فيها بقى قماش وستائر والحاجات دي، ده عالم تاني. ماشي، انا بقى عايز اقول لكم حاجه، لبس الاستوكات احنا عارفينه بيبقى هي درجه واحده، بيبقى لبس بالتيكت وبتبقى مصانع واستوكات وكده. لبس البلات بقى في منه 3 انواع، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. الدرجه الاولى اللي هي بتبقى اغلى حاجه وفي محلات معينه، الدرجه الثانيه اللي هي بتبقى الاستندات اللي بتبقى في الشارع دي وهي بتبقى في المحلات برضو وبتبقى حاجات جديده بس من غير تيكت،
الدرجه الثالثه اللي هي بقى الحاجات اللي هي ايه بلات بلات، يعني اللي هي ايه ساعات بتبقى ملبوسه، ساعات بتبقى متقطعه، ساعات بتبقى يعني فيها غلطات من المصانع، فهم بيبيعوها بسعر رخيص جدا. الاسعار بتبدا من جنيه لحد 1000 جنيه، يعني بتبدا من جنيه لحد 1000 جنيه، عشان بس تبقوا عارفين. عشان قبل كده عجبني جاكيت، كان الجاكيت كان بحدود 700 جنيه، فاللي هو عادي يعني، هو وممكن تلاقي حاجه تلاقيها بجنيه عادي. انا كنت شاريه توكه من قبل كده من هناك، بس مش عارفه راحت فين. استنى هجيب لكم التوكه عشان تشوفوها. اهي التوكه دي، التوكه دي ب5 جنيه، كان في منها الوان كتيره جدا، بس انا اخدت ايه ده، ايه ده اتكسرت، استغفر الله العظيم يا رب. طيب المهم ان زي ما قلت لكم كده الوكاله في منها كتير. ماشي، انا ساعات ببقى لابسه بلوزه بتبقى من الوكاله، وبالصدفه كده واحده تقول لي البلوزه انت جايبها منين دي، دي حلوه جدا، فانا هقول لها مثلا بجد، تقول لي اه انت جايبها منين. فعلى حسب، في نوعين من الناس، في نوعين من الناس، نوع اقول له انا جايبها من الشارع وما بوصفش انهي شارع بقى، تقول لي بجد، اقول لها انا جايبها من الشارع ان شاء الله حتى تحت بيتنا بقى، الشارع ده تحت بيتنا عادي يا معلمه بقى، انا جايبها من تحت بيتنا عادي، وبقول لها السعر 35 جنيه، فساعتها بتسكت وتقول لي ايه ده انت حظيظه. وفي نوع تاني اقول له انا جايبها من حته اسمها الوكاله من ابو العيله. ليه بقى في نوعين؟ لان في النوع الاولاني ده عنده قابليه، اللي هو اللي انا بقوله من تحت بيتنا وما بعرفوش المكان ده، عنده قابليه ان انا اول ما اقوله من الوكاله يقول لي يا انت ازاي تروحي المناطق اليع دي يا، وايه وتحس بقى ان هي هترجع في وشي. والنوع التاني اللي انا بقوله الحقيقه، عشان ده ببقى عارفه ان هو عنده قابليه وعنده حب مغامره، واكتشاف ان هو هيروح ويتفسح معايا في الحته دي. تمام، هتقولي اصلا انت عرفتي الوكاله منين اصلا؟ انا كنت زي اي بنت ما اعرفش ايه الوكاله دي، وكنت اقصاها ان انا اروح اجيب قماش ستاير او قماش ملايات من هناك، عشان هي مشهوره جدا، وقماش ستاير بالمتر والكلام ده، او قماش عشان اخيط حاجه. بعد كده اكتشفنا، رحنا لخياطه قبل كده، هي والله اللي عرفتنا اصلا، كنا بنخيط عندها حاجات بدل ما جبنا القماش، فبتقول له انت جبت القماش ده منين؟ قلنا انا جبناها من الحته اسمها الوكاله، قالت لي انت ازاي ما بتروحوش تجيبوا منها لبس؟ في الاخر اكتشفنا ايه ده، هو فيها لبس بجد براندات وماركات حلوه؟ قالت لي اه طبعا. المهم احنا اخدنا انا واصحابي، خدنا شويه الفلوس اللي كانت رحلتنا، ونزلنا نشوف ايه الوكاله دي. احنا اكتشفنا حاجات ونقول ازاي ضاعت علينا، يعني ساعتها بقى عرفنا الوكاله دي ايه، وبقينا بقى ايه عارفين الاستاند الحلو من الاستاند الوحش. بقينا نتفسح نشرب، في راجل كده بتاع عصير قصب هناك في نص الشارع بتاع زكي السمك ده، رهيب يعني، انت بصي اشربي عنده حلو عشان تاخدي طاقه باور بقى، وتجري في المكان من اول وجديد. ساعتها بقى عرفنا الوكاله. بس انا ما بروحهاش كتير خالص، انا بروحها لما بعرف اروح، عشان دلوقتي يعني انا هسافر عشان اروح، والله نفسي ان انا وحشني جدا حب الاكتشاف والمغامره، اللي انا بقى اقعد افتش كده في القطع، والقطع الحلوه الاقيها افرح بيها وتكون مقاسي بقى يا ريت، يعني يعني انا وحشني اول حاجه دي. بس انا الظروف اللي احنا فيها انا مش قادره انزل اشوفها. فانت لو جنب الوكاله انت انزلي واكتشفي، والله هتفرحي جدا، هتفرحي جدا، وهتفرحي من ناحيتين، انت لابسه لبس براندات، وتفرحي الناحيه التانية ان انت وفرت فلوس. اصل انا بروح الوكاله ليه؟ انا بروح اول حاجه عشان اوفر فلوس، لازم، انا رايحه ليه؟ تاني حاجه، دي اول حاجه، تاني حاجه ان انا رايحه عشان البس لبس غريب. انت ساعات بتلاقي لبس من التسعينات لبس غريب، يعني بتحسي كده لبس، يعني لبس مش موجود اصلا في المحلات، وبيبقى شكله حلو جدا، فساعتها بتشتريه. والناس تقول لك انت هو انت جايبه الحاجات دي منين؟ اللي هو يعني ايه، هو كده، هي جو، الجو العام ذات نفسه كويس وحلو، وزي ما قلت لك في الغالي وفي الرخيص، في الحلو وفي الوحش. الناس اللي بتقعد تقول الوكاله دي بتاعت الناس اللي مش عارف ايه، ما تسمعوش الكلام، اللي فايته الوكاله فايته كتير والله. روح الوكاله، ولو اي استفسار عايزاه اكتبيه في التعليقات وانا هجاوبك. انا يعني بقيت عارفه الوكاله شويه، عشان رحت قلت لكم عامله معاكم 3 فيديوهات وكاله، واشتريت حاجات، و هتتبسطي. وتابعوني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.